ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس ثلاث أقسام في الفاتحة: قسم أنعم الله عليهم بالهداية للإسلام، وقسم مغضوب عليهم، وقسم ضالين. ربنا أرشدك إلى أن تكون من الذين أنعم الله عليهم، تطلب من الله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وأنت تعرف الذين أنعم الله عليهم: النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. ولذا يقول الله: وحسن أولئك رفيقا. ثم تقول: جنبنا طريق المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود ومن شابههم. اليهود عندهم علم لم يعملوا به، والذين عندهم علم ولم يعملوا به يشابهون اليهود. كثير من الناس عندهم علم، يعرفون أن هذا حرام، أن هذا لا يجوز، ويعملونه، نسأل الله العافية. ما هي الفائدة في هذا العلم؟ وأيضاً القسم الثالث: الضالين، الذين يعبدون الله على جهل وضلال. فأنت في هذه الفاتحة لا بد أن تعلم أنه يجب عليك أن تتعلم العلم الشرعي وتعمل. لا بد من علم وعمل، ما يكفي عمل بدون علم، ولا يكفي علم بدون عمل. فلا بد أن يكون علم وعمل على بصيرة.